اهلا بحضراتكم من جديد، وجانا حالا من ارض الملعب تشكيل الفريقين اللي هم هيلعبوا. يعني احنا قلنا القايمه، ولكن التشكيل اللي هيلعب المباراه ضيوفي طبعا هستعرضهم معاهم. كابتن مراد، تشكيل النادي الاهلي النهارده مين؟ هو ان شاء الله عمرو الجندي الحمد لله موجود، ايهاب امين، أليكسيون، سيف سمير، ابراهيم الجمال، مودي الجرحي، احمد مهيب، محمد ابو النصر، احمد حمدي، عبد الله ناصر، حاتم البحيري، عمرو زهران. تمام، دول 12. كابتن سلعاوي، احمد عادل، اسماعيل، ده تشكيل الاتحاد. ال 12 احمد عادل، ومعاهم اسماعيل احمد، مصطفى فوده، هيثم كمال، مؤمن دوجا، محمد ميدو، جالم بارفورد، يوسف شوشه، احمد صباغ، احمد بيبو، ورامي ابراهيم، وعلي محمد. اللي بره ادهم الصباغ بس. تمام يا كابتن. طب بالنسبه لطاقم التحكيم النهارده، الحكم وائل صبحي، ومحمد ابراهيم، ومحمود ابراهيم، واحمد الفلكي مراقب المباراه. كابتن الفلكي مراقب. اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله.